في الاخر اخر قناع غدا نعطيه من عندي ديال البشره، هذا تيليق جميع انواع البشره. وصدقيني اختي سناء والمستمعات هما يصدقوني غير يجربوا، لان من شحال هذه وانا تنديروا من ايام بدايه البرنامج اختي سناء فعلا. فناخذوا القشور ديال الخضره اللي تنديروا في الكسكسو، يعني فيها الخيزو، البصله، مطيشه، القرعه، كل شيء كل شيء تنزيدو. ملي تنشدو هذه الخضره كامله اصلا حنا تنغسلوها قبل ما تنقشروها، داك القشور تنعاودو نغسلوهم مزيان وتنصفيهم من الماء. اللي عنده العصاره راه تيعصرهم في داك العصاره تيخرج غير الماء ديالهم، اللي ما عندوش غيديرهم في الخلاط ويزيد عليهم طريف ديال الخيار وريقه ديال الخس، ويزيد عليه باش هو غادي يجي مصعيب في الطحين في الخلاط، غادي يزيد اما شويه ديال الحليب سائل ولا يزيد شويه من الماء ديال الورد. وتطحنوا مزيان وتنعصروهم اما في زيف حياتي ولا في ديك الصفايه ديك الشبكه اللي تكون العيون ديالها رقاق. تنبقاو نوركوا بالمعلقه والعيب يدينا مزيان حتى تيتعصر لينا مزيان، وهذاك الشيء اللي حصلنا عليه تنديروه في المكعبات ديال الثلج. تندخلوا دائما تيكون عندنا في المجمد. تناخذوا من واحد المكعب تنخليوه حتى تيذوب، تنضيف ليه معلقه من الحليب غبره، ومعلقه غير معلقه صغيره اختي سناء، ومعلقه قلت معلقه من الحليب غبره، ومعلقه صغيره من الفورص ولا النشا، وتندير معلقه صغيره من الخميره المعجونه، شويه من الخرقوم البلدي وشويه من القرفه. تنخلطهم مزيان، تنخليهم واحد شويه يترقدوا، عاد تنوضعهم على الوجه ديالنا، تنخليو حتى تينشف مزيان وتنديرو بحال كوماج. نسيت هاد الخلطه تنديرو فيها قطرات من زيت الزنجلان ولا زيت البلديه اللي متوفر، زيت البلديه ولا زيت الزنجلان اللي عندنا في الدار. وتنديرو على الوجه ديالنا كيما قلت، ملي تينشف مزيان تنعاودو نديرو بحال كوماج، نبقاو نديرو الحركات الدائريه. وتنغسلوا البشره ديالنا صدقنا سناء غزال هاد القناع هذا. ايه واخا.